السلام عليكم. وعليكم السلام كده شكيف حالك حياك الله. الحمد لله. شيخنا بعد إذنك، أنا بصلي التراويح مع الإمام في المسجد. ما فيش باء بعد يا ما فيش باء. أنا أصلي التراويح، ما فيش أنا بصلي. أنا باء، هذه دخول الباء على الفعل المضارع لهجة المصريين، ما أعلم لها أصلا. أنا بصلي، أنا باكل، أنا بنام. الباء هذه هل رأيت في القرآن الكريم أو في السنة دخول الباء على أي فعل مضارع؟ لا مش موجود، خلاص، اتفضل. أنا آكل، أنا أصلي. نعم، تفضل. طيب انا اصلي التراويح مع الامام في المسجد، فالامام بيصلي 11 ركعه، وانا اصلي في يعني تهجد في البيت بكمل الصلاه، فبصلي الوتر مع الامام عشان رباني، يعني ربنا يكتب اجر القيام الليل، فبتم الصلاه مع الإمام ال11 ركعة، وبعد آخر ركعة بقوم أصلي أجيب ركعة زيادة عشان ما يبقاش وتر. يعني النهاية، يعني أنت تشفع الوتر، وتر الإمام بركعة، تقوم بعد ما يسلم، وبعد ذلك تصلي مثنى مثنى وتوتر، لا بأس. نعم، السؤال بقى دلوقتي، هو بيصلي 3 ركعات بتشهد واحد، الصيغة دلوقتي أو الصفة اللي أنا أصليها هيبقوا 4 ركعات. ما في مشكلة أيضا. طيب تمام كده، الله شكرا. خير.